اليوم كان تواجدوا في هذا الملتقى التوجيه المدرسي والجامعي اللي في النسخة ديالو السابعة اللي مالفة كديرو مؤسسة الزاوية للتنمية والتعاون. وكما كيعرف الجميع أن هذه الإشكالية ديال التوجيه المدرسي من بعد البكالوريا كتكون فيها واحد المشكل كبير بالنسبة للطلبة. كاين اللي عارفين يمشي ولكن الأغلبية ما عارفينش زعما الاختصاصات اللي كاينين والمدارس اللي كاينين والشعب اللي كاينين، لا اللي عندها استقطاب محدود ولا استقطاب مفتوح. والمؤسسة ارتأت أنها تبدأ في هذا العمل هذا واحد العدد ديال السنوات هذه، والحمد لله اليوم بحكم هذه التجربة والتراكم ديال الخبرة في هذا المجال هذا ولا عندنا واحد المعرفة بالمجال وبعلاقة مع المدارس اللي كاينة والكليات. واليوم عندنا أكثر من 35 مؤسسة على الصعيد الجهوي والوطني اللي حاضرة معنا وكتعطي جميع الشروحات للطلبة المقبلين أول على البكالوريا وكذلك على التعليم الجامعي. كانوا حاضرين معنا في الافتتاح عمداء ديال الكليات، أساتذة، رؤساء ديال المؤسسات اللي الحمد لله تم في الكلمة ديالهم عطاو بزاف ديال الشروحات وبزاف ديال التوضيحات على الجديد في التعليم الجامعي، لأن كان بزاف ديال بما أن المنظومة ديال التعليم بصفة عامة كتطور والمنظومة ديال التعليم الجامعي كذلك تطور، وكاين مؤسسات جديدة اللي تحدثت في الجهة وفي الصعيد الوطني جاوا شرحوا شنو هما المهن الجديدة والعصرية اللي كاينة اللي عليها الطلب كثير وفيها إمكانية ديال الإدماج ولا ديال الولوج لسوق الشغل. الحمد لله كان حضور مكتف وكنتظروا من غدا إن شاء الله أنه يكون واحد العدد مهم ديال الطلبة، أن يوم السبت كيكون النهار كامل فيه اللي مقاريش وفيه اللي هذا، وان شاء الله غادي يكون واحد الحضور كبير. كذلك كنشكروا الاعلاميين اللي حضروا معنا بواحد الكثافه باش يوصلوا هذه الرساله للطلبه والمؤسسات الجامعيه باش ينخرطوا في هذا العمل هذا لانه مهم جدا. كما جرت العاده هذه السنه كنعيشوا النسخه السابعه للملتقى التوجيهي الجامعي المدرسي والمهني اللي كتنظمه مؤسسه الزاويه للتنميه والتعاون. هذه السنه الحمد لله كان تحدي كبير اننا نستضيفوا واحد مجموعه ديال المؤسسات. اليوم حاضره واحد 34 مؤسسه ما بين المعاهد والكليات والمدارس العليا، المدارس ذات الاستقطاب محدود كذلك معاهد خاصه اللي جاتنا من كل بقاع المملكه، من اكادير، من الرباط، من كازا ومجموعه ديال المدن. صراحه اليوم كنعيشوا واحد الجو تكويني توجيهي جامعي مدرسي لواحد، وكذلك واحد الفرصه للشباب والتلاميذ ديال المنطقه انهم يلتقيوا بهذه المؤسسات باش يستافدوا وياخذوا كل المعلومات اللي كتعلق بالمعلومات ما بعد البكالوريا وشنو هما التخصصات اللي ممكن يديروا. فرصه كذلك انهم يتلاقوا مع النظراء ديالهم اللي هما سفراء ديال المؤسسات اللي هما تلاميذ كانوا في المؤسسات اللي هنا في المنطقه في القردان واليوم ها هما كيمثلوا المؤسسات الجامعيه، تلاقوا معاهم. هي فرصه تثقيف بالنظير باش انهم ياخذوا كاع المعلومات اللي كتعلق بهم ما بعد الحياه ما بعد البكالوريا. اذا البرنامج مازال مستمر، كاين ان شاء الله باقي يومين النشاط على مدار يومين الجمعه والسبت بالمشاركه ديال مجموعه ديال الاطر والموجهين ديال الوزاره. بالموازاه كاين انشطه اخرى، أنشطة ديال التوجيه بالنسبة للثالثة إعدادي وبالنسبة للثانوية الدوزيام أني باك. كذلك غدا إن شاء الله غادي نعيشوا واحد النشاط اللي هو أسرار تجارة إلكترونية لكل شباب القردان. إذا كما كتعرفوا هذا اللقاء هذا ليس فقط لاستعراض كذلك المعلومات ديال المؤسسات وتعرض المؤسسات، ولكن كذلك هو في ورشات أخرى باش يستافدوا منها شباب ديال القردان. اللقاء اللي نظمته لمؤسسة الزاوية ولقاء تهم يعني مسألة توجيه التلاميذ للمقبلين على الولوج للجامعات والمعاهد العليا هو يعني في حقها هي المبادرة يعني جد حسنة، ومبادرة داخلة في صميم العملية التعليمية لا على المستوى الأكاديمي حتى على المستوى الجامعي، باعتبار ان هذه العمليه هي حقا هي عمليه كانت ممكن تكون دائما تنسيقيه او تكون تنسيق مع الجامعه، لان هذه العمليه كتسهل علينا حنا في الجامعه على ان الطالب كيجي وكيعرف
للجاي اللي غالبا المشكل اللي كتواجهوا الكليه او الجامعه هو ان الطالب كيجي وما كيعرفش اشنو هي التخصصات وغالبا ما كيخطا الطريق لان ما كيكونش عنده واحد العين بديك التخصصات وبالمآل ديالها واللي كتادي هذه المناسبه كتعطيه اولا يختار وكيعرف التخصصات اللي كتادي وكيعرف واش عندها علاقه بالمؤهلات ديالو ولا ما عندهاش علاقه وكيشوف حتى مؤسسات اخرى ماشي ضروري انه يمشي للجامعه او يمشي لهذا لان كيشوف مؤسسات اللي فيها تكوينات اللي كتادي سوق الشغل. الجميل في الامر هو ان هاد التظاهره او هاد الاداء هي جات مواكبه للورش اللي كتشهدوا التعليم العالي في المغرب في يعني في الورش ديال التحول المخطط تسريع التحول المخطط ديال التربيه وديال التعليم العالي لان الان الجامعه مقبله على خلق تخصصات جديده وتخصصات اللي عندها علاقه بالمحيط السوسيو-اقتصادي وتخصصات اللي كتادي لسوق الشغل ولكن الاساس هو ان على الطالب انه يتعرف على التخصصات ويتوجه يكون التوجه الصحيح وان الجميل كذلك انه ملي كيبدا يدرس في الجذوع المشتركه كيكون عنده الفرصه انه يتوجه مره اخرى اذا كانت تبين لي على انه ينتقل بين التخصصات. علاش؟ باش اولا كنجتنبوا داك الفشل ديال الطلبه والهدر الجامعي كيمشي الطالب كيرتاح كيدرس واحد التخصصات اللي كتناسبه واللي كيقدر عليها واللي كتادي به لسوق الشغل وكتولي الجامعه كتنتج ناس اللي المحيط الاقتصادي محتاجهم. اذا فاحنا كنشجعوا هذه المبادره والجامعه او خصوصا الكليه المتعدده التخصصات اللي انا عميد لها وكنمثلها مستعده انا تخاض في هذه المبادره وتبقى دائما تنسيق بيناتنا والحمد لله في صالح الطلبه ديالنا والوطن ديالنا والجامعه المغربيه. ما تنسوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.